أهلا بمحبتكم أيها الأحباء في المسيح يسوع في الحلقة الثامنة من برنامجكم رسائل من السماء. عودة مرة أخرى أيها الأحباء مع ضيف حلقات البرنامج الأستاذ هاني منير جرجس. أهلا مجددا بك حبيبي، وبركة للموقع وبركة للشخص اللي ضع فيه وبركة لينا كلنا. الله يخليك. اتفضل نستأنف الرؤية اللي يعني جاء دورها في ان احنا نذكرها في الحلقة دي. ابتدى ده شخص قبل ما سافر ألمانيا، شفت زي ما قلت لنفسك ثلاث من الرؤى الشخصية لي أنا بس ربنا يقول. بمناسبة الشخصية خليني أنهض ذاكرتك، يعني برة التسجيل حكيت لي عن الوضع اللي كنت فيه في البيت، يعني اسمح لي تذكرنا او يعني تدينا فكره عن وضعك في البيت الاول خالص طالما وردت السيره عن الوضع الشخصي بتاعك لو تحب. تفضل. يعني انا استصرت انه كان حياه بالنسبه لي قاسيه قوي بسبب القلب. كنت بتقول ان هم في البيت كانوا يعني بيعيروك بطريقه ما، او يعني يلقبونك بصفات ما تهين من شخصك أو تقلل من قدرك، فيعني لو حابب تدينا فكرة تفضل. كان عبارة عن ربنا فهمني أنها حروب شديدة أوي زي ما قلت لحضرتك. لما ربنا يحسسني بأن أقعد كام يوم في صمت كانوا يطفى علي النور عشان أتكلم، فطبعا ما كنت في البيت يعني سواء أنا في الحمام عشان أقول لهم افتحوا النور ما كنتش بتكلم. في الأوضة. كان وقتها عندك كم سنة؟ برضه في تالتة اعدادي في ثانوي، يعني حوالي 14 15 يعني تقريبا. حطيت ربنا يبررنا على حكايه الصيام، في كان عدم راحه جامد جدا وسمح ربنا يبقى فيه ما لاقيش راحه ولا حب. هو دي حكمه ربنا مش فيهم هم، هو ربنا كان عامل خطه قسوه شديده قوي، يعني مش كمان صفر. يعني انا لو اتولدت مثلا في ملجا هيبقى صفر حب صفر حنان لا كان تحت الصفر. فربنا سمح بكده عشان التجئ لي قسوة جامدة جدا على اساس الاقي حتى من البيت. بقى سامح الله كده، ان زي ما قلت ان الناس كانت بتنقلب عليا، دي حكمة من ربنا علشان يمتحني وعلشان عشان تكتفي بشخصه هو بيه هو وقدر لي كمنفذ لي. فكان في قسوة جامدة من القلب تعبان قوي. ممكن حد مثلا يعرف ان انا اخد الحقنه في مكان يضربني على مكان الحقنه عشان شخص ما في العيله بسيط وقلبه طيب، لكن هو رئيس العالم بيتحكم في اي انسان مش مقرب الله. فالالم بيبقى نفسي مش جسدي، والنفسي اصعب من الجسدي يا استاذ هاني. اتفضل كمان. فده السبب اللي خلى ان الله سمح بكده عشان انا الاقي المنفذ فيه هو بس، فادخل بعمق معاه. دي الطريقه اللي شافها مناسبه ليا ان اجري عليه واصرخ له باستمرار واعتمد على ان هو المصدر العاطفي والنفسي والراحه ليا، اعتمد عليه بس. حاولت بصراحة إني ألاقي مثلا محبة من أمين الخدمة، ربنا مش سامح سعرني خليه يقربني يطردني يقول لي اطلع بره، هو نفسه مش عارف يعمل كده ليه. حاولت لكن ما نفعش، زي ربنا بيقول اللي في يدي ما حدش يخطفهم. يعني فعلا رفض إن ودي قالها لي بعد كده لما حصل الاختطاف لكلامي في السماء بقى كلام كتير بالأيام، قال لي من ضمن الكلام إن أنا كنت عامل كده عشان ما تلتجيش ما تحبش حد غيري، عاطفتك ما تشبعش غير مني يعني. بس شفت مرة العذراء من ضمن اللي بلاقي نفسي في قصر، شفت مرة العذراء في قصر كبير جدا في السماء يشبه القصر أنا شفت فيه السيد المسيح والملائكة ميخائيل، وكان ماسكة معاها صورة الراعي. ما أنا بقول لأنسا كان بقول الحاجات اللي ممكن تبني، لكن حاجات الشخصية صورة الراعي لربنا يسوع سيد المسيح صورة الراعي وشاي الخراف زي خشب بارز، يعني كانت ماسكة صورة وزي فيها خشب بارز الراعي وشاي الخراف. شاورت لي على خروف بتقول لي ده أنت ركز فيه هو،
وتأكد إن هو فعلاً شايلك زي الخروف، ثق إن اللي قاله ده حقيقة. هي بتقولك كده. بتقولي كده، بتقولي أنت مستغرب من المكان اللي أنا فيه، بقولها طبعاً هو ده إيه ده، قالت لي ده المكان اللي أنا فيه، قصر يشبه القصر اللي أنا قلت لحضرتك اللي هو فيه سيد المسيح، قصر ملوش نهاية، الراحة اللي فيه غريبة، قصر كله أبيض بس رخام، وبرضه باصص على منظر صعب وصفه في الجمال. فبتقولي أنا كنت أمينة جداً ومدققة إن أنا منزلش من يده، ودقيقة أو كنت مدققة أو ما بصش لغيره ولا أسمعش غيره. كنت مدققة. هل كانت بتتكلم عما كانت في الجسد؟ عما كانت في الجسد. فقالت لي عشان كده أنا هنا، الكلمة دي اللي هي لفتت نظر، عشان كده هو اختارها. وبعلم الصادقة طبعا، عشان كده يعني النبوات فضلت تتكلم عنها، قالك ان هي هي دي المختارة. مش وهو الرؤية اللي يعني معلش سامحني، عيدي الكلمات دي تاني بتاعت امنا العذراء تاني. كانت ماسكة صورة الراعي وبتقول لي انت لازم تثق ان هو بيرعار، انت خروف فعلا في يده. انا كنت امينة جدا ومدققة جدا. مهمة جدا النقطة دي، هي بتتكلم عن نفسها عما كانت في الجسد. انا كنت امينه ومدققه جدا، ان ما اتبعش غيره وما انظرش لغيره وابقى في يده من اول ما اتولدت لغايه اخر يوم في حياتي، عشان كده انا هنا. العبارة دي قالتها لي اتحفرت. يعني انا اصلا اللي بهرني ايه، اللي بهرني في الكلام ده ان هي بتقول كده مش علشان انا والده الاله، لا ده عشان انا كنت امينه في الحياه ومدققه وحريص ان انا اكون على ايده. يعني ده اللي بيلفت نظري في الكلمات دي، يعني مش اللقب اللي احنا نعرفه عنها كوالده الاله، لا هي بتتكلم عما كانت عليه في الجسد. وده اللي يعني اللي عشان كده بتقول لك عشان كده انا هنا. هي بتقول لي كلام بناء معين، قالت لي حاجات خاصه، انا بحكي الحاجات دي. هي طبعا هي بتدعونا للفكر ده والحياه دي، اتفضل. بس فقالت لي ركز فيه هو، وما تخليش حد تاني يشغل قلبك وعقلك، وما تضيعش وقتك انك تسعى، لان كنت بعمل كده، ما تضيعش وقتك لانك تسعى ان حد يحبك او تنشغل بيه او او انك تنتظر حب او عاطفه او اهتمام من حد. انا كنت بحب اروح اديره من ابتدائي، درام بصميل، دير الانبا مقار، افرح لما راهب يهتم بيك يعني يهتم بيا. ده كان بيدور في مخي، كان بتهميلي كده بكل هدوء واتضاع ورقة. كان ده يدور في مخي، بقول ده انا كنت بروح الدير، فبتبص لي تبتسم، عينيها خضرة لونها زيتوني، شعرها اسود باين، حاجة بسيطة كان نازلة من شعرها، وشها طبعا جميلة طبعا اكيد رقيقة جدا، مش كجماله بس، هي الوداعة متناهية يعني، ملائكية زيادة عن اللزوم. وصف كانت واقفة في العرش ده، ولا كانت بتاعت في العرش، كانت واقفة في القصر في ركن جنب زرع من بعيد جدا. فلما أنا بفكر بقول أنا كنت بروح الأديرة مستني أبونا كانت عمالة تعمل كده. بتقرأ أفكارك وبترد عليك يعني. فهي من جواها بعد كده هشوف يعني، هقول الرؤية الرابعة والخامسة لما المسيح قال لي إن هي دي أمك بعد كده، وهي قالت لي انت تاني واحد المسيح يقول لي بعد يوحنا الحبيب. ده كانت زي تعويض وتعزية عن الامور اللي هتجيلي بعد كده صعبه. دي كانت اول رؤيه شفت فيها العذراء، قالت لي خليك خروف، اخر كلمه خليك خروف، خليك تابع لي يعني. خليك خروف زي ده، وما تحاولش تبقى حاجه تاني غير خروف يعني، تابع لي على اعتبار انه هو يكون رعيك يعني. علشان تبقى كده، هو تبقى في المكان ده، أو تبقى زينا يعني، هي أصلها كده في الآخر. اللي بعد كده شفت رؤية برضو تاني، إن أنا بقيت نفسي برضو، أنا بلاقي نفسي يعني، فأنا في أيام الكلية لما بصوم وقعد إجاء ألاقي نفسي برضو فوق في السماء، مش حلم ولا رؤية، كنت بحكي لما بتنتقل للسماء على طول يعني، ما أعرفش، أنا بنايم بلاقي نفسي وأنا بنايم فوق. لقيت برضو مرة إن شايف، دي كانت أول مرة أشوف العرش من بعيد، كل ده قبل ما عرش ربنا يسوع السيد المسيح، قبل ما يحصل الاختطاف في الكلية في الجامعة لما دخلت المستشفى، لا كنت بشوف من بعيد، كان أول مرة أشوف العرش من بعيد وهي واقفة كانت جامعة، بس كنت شايف من بعيد السيد المسيح، مش شايف العذراء، شايف من بعيد السيد المسيح بس لابس جلابية
حجمها كبير عن جسمه. فبقول المنظر الغريب ده، انا بحاول اقول اللي انا شفته. وهو قاعد على عرشه يعني؟ لا واقف. واقف شايف السيد المسيح من بعيد لابس جلابيه، بس الجلابيه حجمها كانها كبيره عليه. لما بقرب لقيت العذراء، قلت لها ازاي انا شايف المسيح من بعيد؟ قالت لي ما احنا بينا صورته يا حبيبي. هي دي يا حبيبي، انا بحاول الضوء اللي انا شايفه، احنا بقينا صورته. ولا انا شايف من بعيد المسيح؟ قالت لي ايوه، ما انا بقيت مثال، وانت كمان مفروض تسعى انك تبقى صورته ومثال، وكل انسان مسيحي مخلوق على صورته ومثال زي الله. لا يسمح الرؤيه اللي انت حكيتها في الحلقه اللي فاتت من جهه الشيطان، بمجرد ما يسجدوا له ياخدوا صورته. فقالتها لي وحسسها حزينه جدا، قالت لي ولا كاني مكتوب الكلام ده في الانجيل ان خلق الانسان عشان يبقى صورته. قالت لي ملايين عاشت وماتت مسيحيين، لا سألت ولا سعت إنها تعرف وتفهم يعني إيه صورته، ولا سألت ولا سعت إنها تعرف إزاي توصل للصورة تلك الصورة عينها. فكانت حزينة جدا، فتحت زينة عن الحتة دي. فعلا أنا كتير الوقت بقول لهم للناس اللي أعرفهم، قلت لك كده ملايين المسيحيين جم وماتوا وما سألوش يعني إيه صورة الله ومثال. قالت لي أنا هو ربنا ورها لك بنفسه. أديك شوف ده اللي مقصود في الكتاب بقى. ده اللي مقصود الله ومثال، إن اللي يشوفك هو مش شايفك أنت، شايف ربنا. ده إذا قبلت تبقى خروف وتموت، زودت لي كلمة بعد خروف وتموت، ويموت الإنسان العطيق ويموت كل ما هو. ملاحظ التركيز على الإماتة، الإماتة في الجسد، ملاحظة ملاحظة طبعا. الطريق كل القديسين في التاريخ عاشوه، موت بعد قيامة، أصل إيه اللي هيقوم لو أنا ما متش؟ صح كده. فقالت لي للأسف الناس عاشت وماتت ما سألتش يعني إيه صورة الله ومثال. تعقيبا على الكلام ده يا استاذ، يعني ما اعرفش يعني ان صح التعبير اللي انا هقوله وانا بستخدمه دايما مع احبائي، يعني بقول لابد لكل انسان من قائد روحي شاء ام ابى. هذا القائد الروحي او المدبر الروحي او يعني ايا كان مسماه، اما ان يكون الله لا يسمح ابليس رئيس هذا العالم، أو هيكون ربنا يسوع المسيح. لكن الشخص اللي هيفكر يقول في نفسه أنا لا ده ولا ده، يبقى بيؤكد تبعيته لإبليس على طول. لأن ما فيش إنسان هيقدر يعيش في العالم بدون قائد روحي ليه، بدون راعي ليه. فده متوقف على شخصي أنا، يأخد من إبليس راعي ليا وقائد ليا، يا أما يكون الراعي الحقيقي اللي هو الراعي الصالح هو راعية هو أبويا. أما حتة إن الشخص يقول بينه وبين نفسه لا أنا مش تابع لحد، بيؤكد تبعيته المطلقة لرئيس هذا العالم. ما أعرفش إن كنت يعني تتفق معايا في هذا المفهوم يا أستاذ هاني على ضوء ما أنت بتشرحه دلوقتي، إن كان هذا المفهوم يقبل أم لا يقبل. يعني أنا في اعتقادي إن ما فيش إنسان هيعيش بهواء الشخصي، وإن كان بيقول إن أنا عايش بهواء الشخصي ده بيأكد تبعيته لإبليس، في حين إن الإنسان اللي هو يعني بيسلم بالمشيئة طواعية لربنا يسوع المسيح علشان هو يكون رعيه وهو يكون مدبره وهو يكون النور اللي يمشي فيه، ده حاجة واضحة، ده أمر واضح. يعني اللي أنا عاوز أركز عليه مع محبتك، إن في شخص يعني يناجي نفسه أو يتناقش مع نفسه يقول أنا لا قابل ده ولا قابل ده، لا ما فيش حاجة اسمها لا قابل ده ولا قابل ده. ما أنا لما أعلن بيني وبين نفسي إن أنا مانيش تابع لا للنور ولا للظلمة، يبقى أنا تابع للظلمة أوتوماتيك على طول. ما اعرفش يعني على ضوء ما انت بتقول دلوقتي او الرؤى اللي انت بتشرحها، ان كان عندك تصحيح انا عاوز اسمعه. يعني هو الانسان يطلب من الله، لان مثلا انا مرضت ما طبيعي انا هطلب طبيعي انا هطلب، بس انا بتكلم على نقطه ايه، على نقطه ان بعض الشخصيات بالذات في الزمن بتاعنا ده يا استاذ هاني، طبعا هيبتدي الشيطان يوعظ بالالحاد في فكر الناس، هيبتدي يعمل كده وده واضح خلاص من الكلام ده. فلما تيجي تكلمه عن ربنا يقولك لا انا لا انا غير مؤمن لا بالشيطان ولا بربنا. ده يعني بدايه المفاتيح للطريق اللي يخليني ادخل بقى في الضلاله الكبيره، يعني الله لا يسمح. يعني ما علينا، خلينا عذر الانسان. هو يطلب لو صادق حتى لو مش فاهم، يطلب مرشد، يطلب يفهم، يطلب يعيش، يطلب من الله. زي موسى الأسود رفع عينه وقال له
عرفني ذاتي يا إله. ما هو المشكلة لما يكون، أنا عاوز أوصلها لك يا أستاذ هاني، المشكلة لما يكون إنسان ذاته حية فيه مش بيطلب، فمش هيطلب لاني مش هو مش عاوز يكون يحس انه تابع لحد. هو فاكر، لا هو فاكر ده الصلاح او فاكر ده الصواب، ان انا لا هتبع هذا ولا هتبع ذاك. لا، انا في اعتقادي انا ان صح هذا المفهوم، بمجرد ما اصرح بهذا التصريح ان انا لا هتبع هذا ولا هتبع ذاك، يبقى انا اوريدي فعلا منفصل عن ربنا، ولكن باؤكد تبعيتي لرئيس هذا العالم. ده اللي انا عاوز اوضحه يعني. لكن هو ما فيش عذر لأي إنسان بالتأكيد مش عارف يطلب من الله مرشد، يطلب من الله يقود بالطريقة اللي الله يختارها. ما في ناس كتير زي الأنبا بولا، الله قادر نفسه الأنبا قرآن تربية ملايكة يعني، ما عاش لوحده، عاش لوحده. هي يكون صادق ويطلب من الله، الله يكشف له يفتح عينه ويبعث له الهرشد، أو يقود الله بنفسه زي ما قاد مريم المصرية أو قاد ناس كتير. المهم يكون ما هو لو طلب، ما هو لو طلب وبقلب صادق خلاص القضية انتهت. لكن هي المشكلة إن 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 البعض عاوز يعيش بحسب هواه وعاوز يقنع نفسه إن هو كده صح. دي المشكلة يعني. أنا لما أقول إن أنا مانيش تابع لهذا ولا لذاك، هو بيقنع نفسه ان ده الطريق، ده الطريق الصواب. انا كده اله نفسي، انا 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 يعني زمام الامور في ايدي. وبيبتدي الشيطان في الايام دي بالذات يدخل من المدخل ده يعني. في اعتقادي انا ممكن كنت كتير اقول الكلام ده، اقول الشيطان عشان خاطر يدخل للشخص ينكر نفسه في الشخص، يعني يدفع الانسان يقول ان ما فيش شيطان علشان الشيطان يتحكم ويملك على هذا الانسان. ده في البداية، ولكن بعد كده الشيطان يعلن نفسه بوضوح في حياة هذا الإنسان. تفضل كمل الكلام. ربنا يعين كل يا أبويا. كده مرة شفت العبرة برضو، كنت برضو بعد ما خلصت رحت خلوة في دير، كنت حاطط صورتها، كنت مهتمة أوي بقى حبيتها وحاطط صورتها طبعا، وحاطط صورة أبا توماس ومش حاطط صورة المسيح. ففي اليوم ده شفتها زي نور قدامي. حاطتهم في البيت عندك يعني في أوضتك هنا في؟ لا لا، في خلوة، كنت رحت خلوة. واخد بالصور دي معاك يعني. فشفتها قدامي زي نور، كنت بقى مش نايم، شايف نور قدامي زي ما شفت ابن عبد المسيح بتقول لي مركز فيا أكثر من مركز في المسيح. احنا عجبتني، قالت لي أنت تحبه من كل القلب، من كل الفكر ومن كل النفس، واحنا تتعلم مننا بنعمل ايه عشان توصل زي ما احنا وصلنا. احنا تتعلم مننا وصلنا ازاي وعملنا ايه عشان تعمل زينا، مش تركز فينا. وهي بتتكلم كده شفت بابا كروس واقف جنبها بس مش بيتكلم، والانبا توماس كنت حاطط ثلاث صور، بابا كروس انبا توماس من عبد، بس الاثنين ما تكلموش، العبد المستمره تتكلم. ركز فينا، ركز فينا، ركز فينا، لان ناس كتير عبدتني وهي فاكره ان ده الطريق. لا، ركز فينا. ناس عبدتني قالت لي كلمه خطيره، لانها حابه حاجات في العالم فكانت بتطلبني عشان حاجات في الدنيا ومش بتطلب الطريق. فعايزين في الدنيا شفاء، عايزين في الدنيا امور عالميه، وهو ده بالنسبه لهم، هي يعني هو ده الطريق كله. فلا ركزوا في المسيح ولا مشيوا الطريق ولا تعلموا، هو عايزك تبقى قديس زي ما احنا عملنا تعمل، بس ما قالتش غير كده. قالت لي ركز فيه، تحبه من كل القلب من كل الفكر، وشوف احنا عملنا ايه عشان تبقى زينا. أيوة. مش تركز فيا عشان حاجه في العالم. دي الخلاصه، دي الخلاصه، دي الخلاصه. قالت لي في ناس كتير، والبابا كروز بعد كده قالها لي كتير. شفت البابا كروز برضه في مره من المرات، لا بس ده لما رحت ألمانيا زمان، أول يوم بيبت لوحدي لما اضطربت من قريبي. بعد كده يعني ننقل، ما احنا أنا حكيت شوية في ألمانيا، نرجع تاني بقى. بعد ما سافرت ألمانيا لما اضطربت من قريبي ورحت بعد كده مدينة جامعية تانية في بلد تانية، كنت بيت حزين أوي، شفت بابا كروز جالي في الأوضة. أيوه. وبيقولي تعالى معايا، قلت له أجي معاك إزاي، كان واقف جنب الشباك، قلت له أنت تقدر تمشي في أي حتة، أنا هاجي معاك إزاي. ما ردش عليا وابتسم واعطاني ظهري، لقيت نفسي ماشي برضه معاه، لقيت نفسي برضه في كنيسه، وقال لي الحكايه دي كنيسه زي اثريه، مش قادر افتكر بالظبط مين اللي كان معاه عشان ابقى صادق، لكن انا فاكر كويس اللي قاله لي. نفس الكلمه اللي قالها العذراء بس قالها لي بطريقه ثانيه، قالت لي في ناس
كل هدفهم يروح الكنائس والأديرة مش علشان يمشوا الطريق ولا عشان يدخلوا بالعمر ولا عشان يمشوا طريق القداس، عشان حاجات عالمية. عشان يقال عنهم ان هم يعني ويطلبوا القديسين عشان حاجة عالمية. يعني هات لنا يا مريمينا كذا، اعمل لنا كذا. طيب في ناس ركزوا فيه. فكرتني في مرة يا أستاذ هاني، معلش بقطع كلامك، لما أبونا فانوس الله ينيح نفسه ابتدت رجليه تتعبه وكانت الحركة بتاعته صعبة شوية، كان بيتأكد على حد فينا عشان ندخله للكنيسة وميقعد على كرسي والناس تيجي تاخد تسلم عليه وتاخد بركته. فلقاني في مرة في الشارع الألالي اللي في نهايته الألالي بتاعته، فقال لي تعالى اما احط ايدي عليك واتاكد عليك عشان اخش الكنيسه. طب اتفضل اقول. فمشيت بمشي قدامه خطوه وهو بياخدني كده يعكاس كده خطوه بطيئه على قلبه في الاول كامله قبل ما يمرض يعني. المهم دخلت الكنيسه، كانت الناس كلها مستنيه طبعا، وده ما انت كده بتقول دلوقتي الناس بتاخد تمسح كلامته تقول له صلي عشان خاطر بنتي تتجوز، صلي عشان خاطر ابني يلاقي شغل، صلي عشان خاطر انا اجيب ولاد، طلبات من هذا القبيل يعني. هو كان بيرد بردود طيبه يعني. في الاخر عمل لي ازاي يا استاذ هاني؟ انا لن انسى الكلمه بتاعته دي، قال لي شايف، بيقولها بانين بقى، واللي شايف ابونا بطرس تقول نعم يابا، قال لي شايف سامع، محدش عاوز حاجة من ربنا، كله عاوز من الأرض. قلت له عندك حق يا عندك حق. وطبعا سبته قاعد على كرسي وكمل القعدة بتاعته. تفضل كمل كلامك. كان حتى ليه صديق كان في أمريكا، من أقرب أصدقائي يعني، هو بكرة سأل يقول له فلان أنت مركز فيه أكثر من مركز في المسيح، أنت مش مركز في الطريق، أنت مش هدفك القداسة، يبقى إيه الفايدة؟ كل فلان حدده يعني اللي هو لو كان يقدر كان بيستشفى بيه مثلا ولا بيه؟ لا، حاطط صوره في المطبخ في الحمام للبابا كرولز. هو طبعا حلو بس طب ايه طبعا طبعا. فهو قال لي قول له يمشي الطريق، ونفس الكلمه للتالي العذراء، ويحب الله من كل قلبه زي ما هو قال. ما هو كلام واضح، تحب الرب اله من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. فالهدف اللي زي ما قالت العذراء، الناس حدت عن الطريق بان تركيزها في العالم واخدنا وسيله مش علشان توصل لتمشي الطريق، مش الطلبات بتاعتنا. فما صارش المسيح والله مش الهدف، ما بقاش المسيح الهدف، ما بقاش الله الهدف. وده أمر حازم قديسين كتير جدا وقالوها لي رؤى كتير الحكاية دي. الرؤى اللي بعد كده دي شفتها بعد الاختطاف. اللي حصل ايه بقى؟ او اليوم اللي ايه الاختطاب بقى؟ اللي هو ايه؟ في الجامعة كذا مرة، كذا سنة في الكلية في ألمانيا، جه وقت ابتدى القلب يتعب عندي قوي. كنت بروح أعمل عندي تأمين، بس في يوم من الأيام تعبت جدا، دخلت المستشفى وقالوا لي القلب عندك ضعيف قوي. أنا عندي زي ضيق في الصمامات في المطرالي والروماتويد وحمى روماتيزمية قديمة يعني، القلب تعبان، حتى مكتوب عندي على الباسبور غير لائق طبيا وغير مطلوب للتجنيد نهائيا. أول يوم قالوا لي تاخد حاجتك وتروح تقعد جنب أمك ومتجناش تاني ومش عايزين نشوفك. ده في التجنيد يعني. خدت إعفاء في ساعة واحدة، قال لي مش عايزين نشوفك تاني. لأن الدكتور كشف علي وشاف البتاع شعب حمد السيد، أنا روح مرة في البيت ودوني للدكتور مرتين طول حياتي يعني. ما علينا. أنت ابتديت موضوع الصوم ده من إمتى؟ من عندك سنك؟ في إعدادي وثانوي يعني، في إعدادية وثانوي. الموضوع نظام الأكل الحالي ابتديته من الوقت ده ولا ابتديته من إمتى؟ في الوقت ده ما كنتش بصوم على طول في سنة، بس يجي أيام بالشهور أصوم وارجع تاني أكل عادي، أصوم أقعد بالأيام. تصوم إنك تقعد على العيش بس يعني والبلح؟ البلح وترجع تاني تأكل عادي. أكل عادي لكن لا مش على طول، لا ما كان لسه ما حصلش قيادة الروح، كان زي تدريب. لكن التدبير الحالي أو نظام الحالي بتاعك حصل الاختطاف لما بقى اللي انت هتحكي دلوقتي ده. اتفضل. فلما دخلت المستشفى تعبت جدا. كان عندك كم سنة وقتها؟ فوق 20 طبعا. 27-28. تمام. اتفضل. ففي الوقت ده تعبت جدا لما دخلت المستشفى، قعدت بقى بيت في المستشفى، عملوا لي كذا تحليل في الاول مش عارفين بالظبط. ده في صهاجي الكلام ده؟ لا، في المانيا. في المانيا. يعني الاختطاف ده حصل في المانيا مش لا. كنت خلصت جامعه وخلصت كل حاجه يعني. قعدت كذا سنه وبعد كده. والحادثه دي بعد ما طردت من قريبك ده في البيت بتاعه انا قعدت يعني كنت في المدينه الجامعيه وقتها، كنت قاعد في المدينه الجامعيه. اتفضل.
وكنت بشتغل وفي مصنع وبرجع وتعدي سنة وبنزل سوق مصر وارجع تاني. بس وصلت قلت لي قعدت 10 سنين في ألمانيا ولا قعدت قد ايه؟ بس في الدراسة 3 سنين ونص، يعني 3 سنين ونص 4 سنين. لكن بعد كده الدراسة انت درست ايه هناك تاني؟ معلش خدت دبلوم دي الدبلوم اللي خدتها هناك او الماجستير ولا كان ايه؟ دبلوم. دبلوم اللي هي الماثماتيك بالانجليزي، ماثماتيك بالالماني. ده غير البكالوريوس اللي خدته في مصر هنا. يعني معادلة البكالوريوس التجارة. تمام. واشتغلت بيها ولا ما اشتغلتش بيها؟ لا ما اشتغلتش بيها. اتفضل نحكي بالاختطاب ده بالتفصيل بالراحة كده عشان نستوعب معاك. اتفضل. بس فلما الدكتور قال لي لازم تعمل عملية جراحية في القلب، لان كده انت مش هتعيش. وقالها لي الدكتور حمد السيد، مش هتعيش طبيعي، لازم تعمل توسيع صمامات، ده مش هيبقى طبيعي، مش هتقدر تعدي 40 سنة. فقال لي مش هتقدر تعيش سن 40، لازم تعمل عملية. في اليوم ده فعلا زي انهيار في الخوف، انا لوحدي وانا مش قابل فكرة ان انا اعمل عملية. ليه؟ عندي إيمان إن ربنا مديني يعيش كده، يا إما خلاص أموت. محدش كان معاك في المستشفى؟ كنت لوحدك؟ لوحدك خالص؟ لا محدش اهتم. وفي نفس الوقت أنا شبه طول حياتي كده، يعني يا أصحابي فجأة واحدة بيحبوني يتقلبوا عليا، هم ليه الألم عندي مركب، يعني يتقلبوا عليا زي أعدائي فأرجع تاني كأني لوحدي. فالألم على طول عايش لوحدي، الألم صعب جدا جدا. مش عايز أتكلم فيه كتير لأنه هو فعلا ألم. واحد بحب جامد قوي اللي قدامي زي أبوي أو ابني أو أخويا، وفجأة واحدة ينقلب عليك بشكل غريب وعداوة، وهو نفسه يندهش بعد ما يفوق ويسمع انا ليه عملت كده، انا عملت كده ازاي. ودي طبعا تقريبا نص اصحاب اللي اعرفهم طول حياتي نفس الحكايه. واخرها حتى قريب، يعني صديق ليا برضه في مصر سايب لي مفتاح الشقه، فجاه واحده بيقول لي سيب المفاتيح مش عايز اشوفك وسيب الشقه. اقرب واقدم صديق ليا في حياتي كلها. فالصدمات مش ملاحق، الصدمات صدمات، يعني شيء مش منطقي. الألم جاي طبعا. المكان اللي انت مقيم فيه حاليا يعني عبارة عن برضو يعني حد يقول لي تعالى اقعد عندي شوية. انا ليا باجي القاهرة هنا، حتى انا ليا سنتين في القاهرة. المسيح قال لي انا ماليش مكان، ماليش اي مكان. ما قال كده طبعا. حد يقول لك تعالى بعد كده تطرد زي انا. لكن ما تحاولش تشتري. لكن انت في المكان اللي احنا فيه ليك فيه قد ايه؟ 6 أشهر. قبل كده كنت في مكان تاني؟ كنت في مكان تاني بس ما اضطردتش الحمد لله. بس اللي قبل اضطرد مرة، اضطرد ومرة ما اضطردش. لكن اللي ما مش بتضطرد بتمشي بنفسك ولا بتعمل ايه؟ يكونوا مهاجرين برا وقافلين شقتهم بيجوا جايين. وبرضو في ناس قالوا لي طب احنا عايشين برا ومش محتاجين الشقة دي، بس لو جالنا قريب من برا هيضطر ينزل. فاضطريت امشي، جه قريبهم هيقعد شهر، فاضطريت لازم اروح. بقالك في القاهرة كم سنة يا أستاذ؟ سنتين بس. سنة في القاهرة. قبل كده كنت في لا بسافر وباجي، بسافر أروح السويد مثلا أقعد 5 أشهر وأروح القدس وأروح ألمانيا وأرجع. ما أنا أقعد مثلا 2-3 شهور برا، بس آخر سفرية قعدت 5 أشهر وأرجع. كانت فين آخر سفرية؟ السويد. والقدس. يعني طبعا سفرياتك بتكون خدمه من هذا القبيل كده، يوريني المكان اللي اروح في، ما عند شخص معين، يعني عند شخص معين انزل عنده ويوريني الكنائس اللي اروحها، وبيبقى متفق على المكان ده قبل ما تسافر كمان. طبعا هو اللي بيعمل لي الدعوه وال بيجيب لي التذكره. ما هو قال لي لا تهتموا بشيء، انا مش بهتم بشيء، انا اللي اعمل كل حاجه. هو اللي يعمل كل حاجه. في ناس قالوا لي طب انت بتسافر كتير بتصرف كتير، طب انا مش بصرف. بيعمل لي دعوه يجيب لي التذكره، يعمل لي دعوه يسكر ربنا يجيب التذكره. فاهم؟ ونفس الكلام لما تيجي راجع من هناك، يعني هي برضه. انا عقلي في السماء والله هو اللي بيدبر لي. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء. لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون. فدي دربني عليها بالتدريج. انا مش يعني انا هتحاسب يوم القيامه. انا ساعات ببقى مش حاسس انا بحكي مع حضرتك، انا ما حكي مع مين. أنا طبعا الدنيا مش ماشيه عشوائيه، كل كلمه الانسان هيتحاسب عنها. انا هتحاسب بقول ايه لوقتي؟ يعني في ناس بيقولوا لي يفتكروا مبالغ، مفيش حاجه اسمها مبالغ، في يوم حساب.
وعارف ان كل كلمه يتكلم بها الانسان انا هدي حسابها اعيدها للمره الثالثه والرابعه. انا ببقى قاعد مع حضرتك انا مش عارف قاعد مع مين، اعيدها للمره الخامسه انا ببقى قاعد مع ناس انا مش عارف قاعد مع مين، افوق شويه بقول انا وارجع تاني. لان زي ما السيد المسيح شفته مثلا من ضمن الالاف الرؤى داخل الاوضه عندي، بس دي مش رؤيه، ويطلع العقل بتاعه ويقسمه ثلاث مرات ثلاث اقسام، قال لي قسم عشان تصلي بيه، قسم عشان تقرأ الإنجيل وتفهم، قسم تبقى وتتكلم بيه مع الناس. أنا مديلك ثلاث عقول. أنا قاعد كل شوية أركز أنا قاعد مع مين، أكون أقررها المرة السادسة أنا هتحاسب يوم القيامة على اللي أنا بقول، هتحاسب المرة السابعة. الرؤية دي شفتها لما ربنا بيقسم عقلك قدامك ثلاث أقسام. من سنتين الرؤية دي شفتها. ورؤية قدامك كده. أنا كنت صح. أنا كنت صح. وقبليها بسنة شفته داخل مع ملاكين، هم نفس الملاكين اللي بشوفه، وحتى من كام يوم شفت السيد المسيح واقف في الحتة دي وداخل، يعني حاجات شخصية ليا بيقول لي خطوات القيامة، معلش نوسع نفسك استحمل خلاص قربنا نطلع من القبر، مواليد 22 سنة بيقول لي بقى ازاي تطلع من القبر. فشفت مرة داخل مع ملاكين وبرضه طلع القلب بتاعي وبيغير الصمامات وبيكبره، قال عشان تستحمل صمامات تاني بدي لك نعمة تستحمل بالقلب تاني. ففعلا بيبصح علي صحتي أحسن. أبا أنا بوصل لدرجة من الألام دي كلها والمجهود والسفر وأتكلم بخمس ساعات ويدوبك أشرب كوباية. هو عاوز يقول لك تكفيك نعمتي لأنك قوتي في الضعف. كل الأبعاد جسديا ونفسيا وعاطفيا بكل الأبعاد، يعني بالنعمة أنا عايش باختصار. نرجع بقى ففي المستشفى كنت تعبان جدا في اليوم ده، فقالوا لي هتعمل عملية، أنا رافض الفكرة. طب أعمل إيه يا رب؟ قعدت أبكي في اليوم ده بشكل جامد قوي، بقول له لا يا رب أنا عشمان فيك واثق فيك، أنا مش عايز أعمل عملية أموت، لكن حد يفتح فيا مش مقتنع بيها. مش معنى كده اللي بيعملوا عمليات دول غلط أو إيمانهم ضعيف، لا، بس أنا مقتنع بشيء ليا أنا شخصيا يعني. ففي الوقت ده زي يعني بعد صراع جامد جدا، لا يا رب أنا من ابتدائي بقى بسمع صوته، مش ممكن تسيبني اتصرف، خلاص هروح وابقى تعبان بالشغل. لقيت نفسي واقف وشايف ان انا قاعد نايم. خرجت بره الجسد. دي خالص بقى المره دي. يعني شفت جسدك مسجع على السرير بتاعك وانت واقف. دي شفتها قبل كده مره بس واحده. اليوم اللي انا بيت فيه لوحدي اول مره وبابا كروز جالي وقال لي تعالى ورايا، برضو كنت شايف شفتي جسمك، شفتي جسدك ومشيت وراه برضو. بس يعني مشيت وراه وسبت جسدك على السرير يعني. بالظبط كده. تمام. ولقيت نفسي معاه في كنيسه وعمال يقول لي ناس كتيره بيركزوا فيا واللي انا قلته يعني. ففي اليوم ده شايف نفسي بقى نايم وانا واقف وانا مستغرب بقى، بس كنت بقى الاحاسيس اقوى بكتير من المرات اللي فاتت. يعني مت يعني روحي أنا. ما كده معناها كده خلاص يعني. وشايف نور من السماء قوي جدا بيقول لي تعالى أنا هشرح لك كل حاجة وهوريك كل حاجة. حسيت إن الموضوع بقى مختلف المرة دي، مش رؤية لحظات. حسيت إن في حاجة مش عادية. قلت له طب أجي إزاي يعني أنا بالكيفية وبالمعيار بتاعي يعني أنط؟ ما هي وهلة. لقيت نفسي في القصر برضو للمرة الثالثة اللي أنا كنت بشوفه. نفس القصر. نفس القصر. واقدر ارسمه كمان ابيض ملوش نهايه ومش مربعات قطعه من البلاط، لا قطعه واحده. ببص لورا مش لاقي نهايته. حيطانه مش باين الحيطان والسقف مش شايف، بس حاسس ان انا في مكان من لكن في ارض تحتيك وفي مثلا ما يشبه السقف وفوقيك مثلا يشبه السقف بس بعيد عنك كده. وشايف من قدامي زي سلالم اربع خمس ست سلالم من الرخام برضه، بس نص دايره بس على مسافه مثلا 200 متر واسعه جدا. زي الشرقيه ياخد من الان. ايوه بالظبط كده. ضخمه جدا. بس مفيش هيكل، مفيش شارع ولا كرسي، مفيش حاجه. هو ربنا هو الهيكل بقى. تمام. وبرده نفس الفتحه بتبص على منظر زي في سفر الرؤيا، نهر من الازاز. فتحه دي زي شباك مثلا او فتحه؟ مش شباك، فتحه في الحيطه. مثلا عرضها 5 متر، قصدي كده 5 متر العرض بتاعها 10 15 متر. تشوف منها كل حاجه. تشوف حاجه منظر خير. بره القصر. بره القصر. تمام. وفجأة واحدة انت شفت حاجة بره القصر ده؟
شفتك لما جيت مرة وملاك مخيل مرة شالني واتفرجت عليه قبل كده من بره. وقعدت أقول طب سيبني شوية سيبني شوية أتفرج. وإيه اللي شفته في البرة الأصل كان وقتها؟ خضرة لا توصف جمالها، الورق نفسه مضيء أخضر زي فاتح، وصوت خرير مية بصيت لي زي شلال، ميته ملفتة للنظر شفافة مش عادية مش زي المية بتاعتنا، زي ما بيقول نهر زجاج. تذكرت بقى في سفر الرؤية نهر زجاج نفس المنظر، بس إحساس بالراحة ميزهقش منه للأبد. طبعا طبعا مكان مش ممكن يخطر على قلب بشر، بس مش ده الجمال، الجمال هو نفسه. طبعا ما هو ليه الهدف؟ ما أنا بعد كده فهمت في اليوم ده، قبل كده ما كنتش فاهم الحكم، أن يسيب لي فتحة ويبقى واقف عشان يشوف أنا هتختار مين، جمال المكان ولا أنا. جنة عدن زي ما ناس بيقول هيدخلنا السماء ويلبسنا أكاليل، اللي وجد فيه وحسوا بيه مش هيبصوا للأكاليل. طبعا كويس تكمل بقى. بعد كده قبل لقيت نفسك في 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 للوهله واحده في القصر، وفي لابس جلابيه وفي حزام زي هو ربنا يسوع. زي النار. بس كنت شايف المسافه في البدايه، انا كنت بقول انا اللي جابني ايه المكان اللي جابني هنا يعني تاني، انا خايف ان اجي هنا يقولوا لي انت مين اللي دخلك هنا، كنت مرعوب. انت بتقول بينك وبين نفسك كده يعني؟ كل مره ما كنتش ببقى خايف، المره دي كنت خايف ما اعرفش ليه، هل فعلا لان روحي طلعت فزي بيعيشني المحاكمه ان واحد مات في اليوم ده؟ كنت خايف موت. كنت فاكر نفسك انك انت مت خلاص وهتدان يعني؟ ما فكرتش ان انا مت، بس انا حاسس خايف ما اعرفش ليه. المرتين اللي قبل كده لا ما كنتش خايف، كنت فرحان. تمام. لا المره دي كنت خايف ومرعوب بترعش، وقلت لو هيجي صاحب المكان هنا هيقول لي اللي دخلك هنا هقول له ايه، مش عارف ارد اقول له ايه، زي فعلا زي ما يكون واحد هيتحاكم. لكن لما طلعت بره جسدك ولقيت نفسك في القصر، كانت بترتدي نفس الثياب اللي كنت عليها وانت نايم؟ جلابيه بيضه وفي حبل عليك انت. جلابيه بيضه نفس الجلابيه اللي لابسها ربنا، نفس الحبل نفس كانه يونيفورم. تمام. بعد كده دخل السيد المسيح زي طيف وشفته بقى قدامي ولقيته بس بوضوح اكتر، يشبه لما كنت في الثانويه العامه وجالي جنب السرير بس منور. هو جالي جنب السرير هو الانسان المسيح اللي كان في الزمن، لا بس ده منور وفي هيبه كنت خايف منه في الرؤيه دي. قلت ده الملك صاحب المكان وهيقول لي ايه اللي دخلك هنا وهيحاكمني، كنت خايف. بس بصيت لقيته بيبكي، فالخوف ابتدى يتشال مني لانه عايز يوريني انه قد ايه هو مش هيحاكمني، هو في حاجه، هو بيفكر في حاجه تاني خالص. عمال يبكي بكى رهيب، وبرده رموشه بيضاء يعني اشقر يعني رموشه، وطلع منها برده شهب نور وبيبكي جامد جدا، يدوبك بيتحرك حركة بسيطة شفت الجنب بتاعه بينزف منه دم. طيب حاس تسمحك هنكتفي بهذا القدر في الحلقة دي علشان نبتدي نرجع للاختطاف ده بالتفصيل تاني، لأن للأسف الشديد كالمعتاد بيدهمنا وقت الحلقة على حين غرلة زي ما بيقولوا، لكن على أمل إن أحب ربنا وعشنا نلتقي في حلقة جديدة إن أحب ربنا وعشنا. أحبائي بركة ونعمة وسلام لمحبتكم جميعا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أذكرون جميعكم في صلاة. سلام أحبكم.